السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خدوا حبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، تكملة ايه بوكسات الأرانب اللي هي المعمولة بالبلاستيك يا جماعة، البطاريات أو البوكسات اللي معمولة من البلاستيك للأرانب. اخونا من المغرب، راجل محترم يا جماعه، بيحب يفيد الناس بطريقه عمل البوكسات يا جماعه الارانب السهله جدا، اللي مش قادر ان هو يصرف ويجيب بطاريه ارانب او بوكس ارانب كبير. عملنا فيديو، يلا بينا يا جماعه نشوف الفيديو بتاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان، كيف حالكم جميعا؟ عدنا لكم من جديد. المهم دوك الصندوق اللي قلت لكم ها هما زديناهم بالسلوكه، يعني تا اللي بغى يزديهم بسميتو دوك الكوليات راه تزديهم، اللي بغى يزديهم على السلك بركه، راه يعني راه مشدودين مزيان من الفوق ومن التحت، والخدمه اللي دايرين لهم انتما يعني داير التحت كاينين هاد الصنادق هادو اللي دايرين لتحت، هادو على حساب داك البراز ديالهم والما ديالهم تيتجمع في دوك الصنادق وتتبدل تيتنقاو، يعني ما يمشيش للارض، وحتى الصنادق تيكونوا بعاد على الارض. يعني هنايا هاد الصندوق فيه هاد دوك التقيبات دوك العوينات، راهم تيكون فيهم داك واحد البلاستيكه، حيدناها تنحيدو ديك البلاستيكه عاد تتولي يعني ديك البراز سميتو ما تيبقاش في الصندوق، تيكون مقيس الصندوق. وحتى من واحد الناحيه راه خصكم تعرفوا بان راه الارنب فاش يدير البراز ولا الماء راه تيدير في بلاصه وحده ديما، وهادي اللي بينا سميتو درنا واحد الكسرونه صيف. المهم تتكون يا اما ديرها علافه ولا شرابه، ماشي مشكل. هذا ذكر بلدي يعني هو اللي باش خدام. هنايا الارنب الصغيره اللي قلت لكم باسله تطلع لي الارانب وتديت عليها في هذا الصندوق هذا، في هذه البلاصه هذه دير سميتو دير صندوق مزدي مع ديك الخديمه فين جامعه ديك القنيه تبان وجمعات دارت دوك الطروفه ديال الخناشي، وهاد جوج البلاد ديالهم تاهما هنايا تيدخلو ليهم تيتخزنو فيهم. التبن تندير ليها الطريقة، تنخشي في الصندوق بحال هكايا، تيبقى بعيد على الأرض وبعيد على الحيوطة، وفي نفس الوقت تنفتح الصندوق من التحت. يعني فكرة بالنسبة اللي يدير التربية الأرضية، تتبقى قنية تاكل من التحت. وهادي علافة، يعني علافة كانت عندي في واحد القفص ديال السمان وحيدتها ودرتها دكيتها ليهم هنايا. و الأرضية راه داير النجارة في الأرضية، يعني الطريقة بسيطة جد بسيطة للإنسان بغيتو كلا الله.